أنا عايز أرجع على مسألة إنه آه ترويج شائعة إن عمر الشريف ليس مسيحياً كاثوليكياً ولكنه يهودياً وفي نفس الوقت هضم معاها مسألة إنه ده حمامة اتجوزته بعد ما اتطلقت من عز الدين ذو الفقار. على ما يبدو المجتمع هنا كانت بدأت تظهر فيه شكل أو بادرة من بوادر التشدد يعني ده ناس بتتجوز مم. فترد فتن حمامة وتقول كان ممكن ناخده عشيق سري بالظبط هم بيتجوزوا الناس مشغوله ليه؟ آه ايه الازمه في انه يكون من اصل يهودي اصل مسيحي اصل مسلم يعني الازمه فين؟ الازمه سنه 54 كانت في ذروه المد الاخواني بعد ثوره يوليو اللي هي انتهت في آآ آآ أزمة مارس وحدث المنشية بعد كده في 54 وقضية لافون وقضية لافون الله ينور عليك وقضية لافون في الناحية التانية لكن مسألة يهودية عمر الشريف دي اتلعبت بشكل تاني خالص من سنه 65 لما صلاح نصر وجهازه حاول يجند فاتن حمامه انها تشتغل مع المخابرات المصريه في الوقت ده وفي التفاصيل طبعا انا ذاكرها كامله في كتاب صدر من اسبوعين ثلاثه بالظبط اسمه فاتن حمامه مذكرات وذكريات صدر عن مركز الهلال للتراث الصحفي في مذكرات فاتن حمامه الوحيده التي كتبتها بنفسها والتي وافقت عليها تتكلم عن علاقتها وتجربتها بعمر الشريف كامله وفي تحليل لكل المواقف اللي حاصله فيما يتعلق بمساله فاتن حمامه يعني <applause> يعني مثلا لما فاتن حمامه اتعرض عليها او طلب منها سنه 65 انها تشتغل مع الجهاز هي رفضت واعتذرت والناس كلها صحت الصبح في يوم من الايام في شهر يوليو زي الايام دي كده بالظبط اكتشفوا ان فاتن حمامه سافرت, ساف سافرت وسابت مصر تماما بمساعده زكريا محي الدين الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت وفي حاله من التخفي عن جهاز صلاح نصر. لما حصلت الواقعه دي انا في تصوري ان صلاح نصر لم يهضم فكره هزيمته. فبدا يعمل حمله ممنهجه ضد فاتن حمامه راح فيها عمر الشريف في يعني لك ان تتخيل انه بسبب هذه الحمله الممنهجه اللي شارك فيها بعض الصحفيين سواء عن فهم او عن جهل سواء عن قصد او عن غير قصد اه اتشال فيها مثلا رئيس تحرير في واقعه لا يعلمها الكثيرون ايضا انه في يوليو 65 اه مجله الكواكب اللي انا في يوم الايام كنت رئيس تحريرها وشرفت بذلك اه نشرت مجموعه من الكاريكاتيرات برسم عبد السميع فنان الكاريكاتير الشهير كان رئيس تحرير في الوقت ده آه الاستاذ النقد السينمائي العظيم وواحد من اعلام الثقافه السينمائيه في مصر سعد الدين توفيق آه نشر دون ان يعي آه كاريكاتير على عبد السميع بي بيقول ان فاتن حمامه بتلهى صور عمر الشريف وعمر الشريف قاعد في اوروبا بيجري ورا حسنوات اوروبا وان فاتن حمامه بتبحث عن العالميه وراحت اوروبا وراه علشان تمنعه من انه يبقى على علاقات نسائيه وحاجات كده فايه رايك ان الاستاذ احمد باقي الدين هذه القيمه والقامه ساءه جدا هذا الامر طبعا وقرر انه يقيل سعد الدين توفيق من رئاسه تحرير الكواكب وياتي بالاستاذ رجاء النقاش في ولايته الاولى رئيسا لتحرير مجله الكواكب. م. يعني قد كده الحمله كانت ممنهجه سواء بقى حد عارف او مش عارف لكن في ادوات استخدمت وظلت الحمله من سنه 65 الى وبعدين حصلت نكسه 67 فبقى في كلام شديد جدا على الكيان الصهيوني فكل الصحافه في الوقت ده الصحافه الفنيه بالتحديد اشتغلت على فكره يهوديه عمر الشريف وكرست لهذا المفهوم الخاطئ الى ان اظهر عمر الشريف مذكراته اللي ذكر الخالد ثم لما من ثلاث اربع سنين صدر الكتاب بتاع الممثلون اليهود في مصر وانا كنت بفند ساعتها مين الممثل اليهودي الفعلي ومين الممثل اللي مش يهودي واللي الناس اعتقدت او بقى فيه تراكم من المعلومات الخاطئه عن ان هذا الممثل يهودي او غير يهودي طيب.